الدورة العامة السنوية 16 لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات تولي عناية خاصة لدور العلم والابتكار في السيادة الغذائية والأمن الغذائي بالمغرب، موضوع ذو رهينية كبيرة يهتم بالفلاحة باعتبارها قطاعا يوفر فرصا هائلة لخلق الثروة والشغل للشباب والنساء وتحفيز الإنتاج المحلي وضمان الأمن الغذائي والسيادة. التحضير الذي نحن نهتم به على صعيد الأكاديمية هو الجانب العلمي والجانب التكنولوجي، كيف نتائج العلم والأبحاث العلمية يمكن أن تساعد على ضمان السيادة في هذا الميدان الغذائي والأمن الغذائي. دورة جديدة تتميز بمشاركة شخصيات علمية بارزة من داخل المغرب وخارجها، لقاء يروم معالجة الموضوع من جوانب مختلفة تشمل زيادة وتحسين الأغذية الزراعية وتحفيز الابتكارات في مكافحة الجفاف، ثم البحث في آفاق ترسيخ السيادة الغذائية الوطنية. ما يبرر وجود أكاديميين مغاربة وشخصيات من بلدان أخرى في القارة الإفريقية هو غنى التجربة المغربية فيما يتعلق بالأمن الغذائي التي تستحق التقاسم والتثمين. حقا يسعدني ويشرفني أن أكون من بين المشاركين في هذا اللقاء المهم. القضاء على الجوع والنهوض بفلاحة مستدامة، قضيتان توليهما المملكة المغربية أهمية قصوى نظرا لإدراكها العميق بالتحديات التي يفرضها الأمن الغذائي في العالم وفي القارة الإفريقية على وجه الخصوص. الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب، وهو في صلب نموذجه التنموي الجديد في أفق 2035.